بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. راح نتطرق اليوم في مقرر التجارة الإلكترونية في حلقتها 20 من مشيئة الله تعالى إلى الحكومة الإلكترونية. راح نتطرق إلى تعريف الحكومة الإلكترونية، أهداف الحكومة الإلكترونية، عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية. ولكن قبل أن نبدأ بمواضيع الحكومة الإلكترونية، راح نرجع بعض الشيء إلى اختيار استراتيجية ومنهجية وتقنية التجارة الإلكترونية، لنواصل الحديث الذي تم التوصل إليه في نهاية الحلقة الماضية. ذكرنا أنه من المفترض على الشركة أن يكون لديها تطبيقا لأكثر من برنامج. ذكرنا برنامج سلسلة التوريد، يتوجب على هذه الشركة أن يكون لديها سلسلة توريدية مع كل من له علاقة بالعملية الإنتاجية والعملية التوزيعية لذلك المنتج، ابتداء من المورد وانتهاء إلى العميل. وكذلك تطرقنا إلى أنه يتوجب على تلك الشركة أن يكون لديها برامج إلكترونية تفاعلية بين تلك الشركة وبين ذلك العميل، وذلك لكي يتسنى لتلك الشركة معرفة رغبات ذلك العميل وأيضا معرفة مشتريات ذلك العميل، ومن ثم تصنيف عملائها حسب فئات معينة، وذلك لكي يتسنى لتلك الشركة معرفة ما هي المنتجات التي يرغب أولئك العملاء بشرائها أو باقتنائها، وذلك لتوفيرها لهم في الوقت الملاسم. أيضا ذكرنا أنه يتوجب على تلك الشركة بناء قاعدة بيانات لأولئك العملاء. الأسلوب أو البرنامج الثالث ذكرنا أنه تخطيط موارد الشركة، وهو الخاص بالأجزاء الداخلية لتلك الشركة المتعلق بأقسامها المختلفة، وذلك لربط جميع هذه الأقسام بقاعدة واحدة، قاعدة بيانات واحدة. هي هذه القاعدة تكون من أولئك الأقسام وأيضا إلى أولئك الأقسام، وأخيرا إلى الإدارات العليا لتلك الشركة، وذلك للاعتماد على تلك القاعدة وقاعدة البيانات لاستخراج التقارير التي من الممكن أن يتخذ قرارا بناء على تلك أو بناء على تلك التقارير التي أعدت من قاعدة البيانات التي امتلئت هذه القاعدة أو ملئت تلك القاعدة من الأقسام المختلفة، بناء على ما يتم فعلا من العمليات الإنتاجية، العمليات التسويقية، العمليات المالية، العمليات الترويجية، أيا كان تلك العمليات لدى أولئك الأقسام المختلفة. فبالتالي بدلا من أن يكون كل قسم يعمل أو يعمل على حدة من القسم الآخر، يكون هنالك أيضا عملية تعاونية بين أولئك الأقسام المختلفة لدى تلك الشركة، ومن ثم يكون هنالك قاعدة بيانات موحدة لدى أولئك الشركة، أي مركزية لدى تلك الشركة، وبالتالي تستطيع الإدارة العليا الاعتماد على تلك القاعدة البيانات، وذلك للوصول إلى البيانات والمعلومات المراد الوصول إليها من قبل تلك الإدارات، ومن ثم إصدار القرارات الملائمة. وكذلك في حالة رغبة تلك الشركة بعمليات إعادة النظر في ما تم التوصل إليه في السابق، أيضا من الممكن الوصول إلى مبتغاها عبر هذه القاعدة للبيانات التي ملئت من قبل الأقسام المختلفة لدى تلك الشركة. هذه عند ربطها بالاستراتيجية ومنهجية وتقنية التجارة الإلكترونية، يكون لدى الشركة قيمة مضافة يؤهلها إلى العملية التنافسية في القطاع الذي تنتمي إليه تلك الشركة، مما يحقق الربحية لتلك الشركة، مما يحقق العملية الإنتاجية في الوقت الملائم، مما يحقق أيضا التصنيع لدى تلك الشركة عند الطلب. بدلا من
من عملية التصنيع وتكبيد المصنعات في المخازن، يؤهل تلك الشركة العملية أن لا تقوم بعملية تصنيعية إلا عند الطلب، وكذلك ألا تقوم بعملية الإنتاجية لأي منتج من المنتجات سواء غذائيا صناعيا أيا كان ذلك المنتج إلا بناء على ما هي احتياجات ذلك العميل. ذكرنا في السابق أنه تحول النظام من التركيز على المنتج إلى التركيز على العميل ورغبات ذلك العميل وما هي ذلك العميل، وذكرنا أنه من الممكن الوصول إلى رغبات ذلك العميل إلكترونيا أفضل من أن أفضل وأجود منه تقليديا، وذلك لأنه عند الوصول أو عندما يكون هنالك عمليات استفسارية أو لأي استفسار من الاستفسارات لذلك العميل إلكترونيا يكون أفضل، وبالتالي تكون هنالك البيانات معبأة إلكترونيا مما يسهل على تلك الشركة بناء قاعدة بيانات لأولئك العملاء لدى تلك الشركة ومن ثم تصنيفهم حسب رغباتهم، وأيضا الوصول إلى ما هي رغبات أولئك العملاء وكيفية تحقيق رغبات أولئك العملاء. ننتقل الآن إلى موضوع هذه الحلقة والمتعلق بالحكومة الإلكترونية. لنبدأها أولا بتعريف الحكومة الإلكترونية، وهي استخدام تقنية المعلومات من قبل الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات المناطة بتلك الأجهزة للمستفيدين بأسلوب أسرع وأدق بعيدا عن البيروقراطية، بحيث يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى حضور ذلك المستفيد أو ذلك المراجع إلى تلك الدائرة الحكومية، أي يمكن الحصول عليها من منزله أو من مكتبه أو أي مكان تتوفر فيه الأجهزة أو الإنترنت. هذا فيما يتعلق بالتعريف للحكومة الإلكترونية، أي أنك أيها المواطن أيها المقيم من الممكن الوصول إلى مبتغاك من قبل تلك الدائرة الحكومية عن طريق الموقع الإلكتروني لتلك الدائرة الحكومية، على شريطة أن يكون ذلك الموقع مفعلا لدى تلك الشركة وأن يكون هنالك عملية تزويدية بالمعلومات التي قد يحتاجها ذلك المراجع لكي يتمم عملية المعاملة المنوطة به أو المسألة التي يسعى إلى تحقيقها ذلك المراجع. أهداف الحكومة الإلكترونية: من الأهداف تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية، بدلا من عملية الازدحام في تلك الدائرة يكون هنالك عملية تواصلية إلكترونية بين الجهة أو الدائرة الحكومية وبين ذلك المراجع. أيضا زيادة كفاءة عمل الأجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطنين والشركات وأيضا مع بعضها البعض في حالة أن المعاملة قد لذلك العميل قد تحتاج التنقل بين أكثر من دائرة. سرعة إنجاز الإجراءات ما بين الدوائر الحكومية إلكترونيا، حيث يتم إرسال المعلومات المطلوبة مباشرة إلكترونيا. من فوائد الحكومة الإلكترونية: إنشاء قنوات اتصال أكثر فاعلية بين المواطنين والجهات الحكومية، وأيضا بإمكان تلك الجهة أو تلك الجهات الحكومية بناء قواعد بيانات لمراجعيها، وبدلا من أن كانت ورقية في ملفات تصبح إلكترونية ومن ثم الرجوع إليها عند الحاجة يكون أمرا سريعا وأمرا لا يأخذ من الوقت الطويل على حساب ذلك المراجع وأيضا على حساب كلفة أولئك الموظفون داخل تلك الدائرة الحكومية. العمل على توفير المعلومات الحديثة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، أيضا من الممكن يكون هنالك العلاقة بين الشركات وبين الدوائر الحكومية على سبيل المثال مصلحة الزكاة والدخل بينها وبين جميع الشركات
لاستقطاع الزكاة الواجبة على أولئك الشركات، بدلا من أن تكون تقليدية جغرافية من الممكن أن تصبح إلكترونية، وذلك بربط تلك الشركات بأكملها مع إلكترونيا مع تلك الدائرة الحكومية، وذلك لكي يتسنى لتلك الدائرة الحكومية ممثلة بموظفيها الحصول على الزكاة الواجبة بأسرع وقت وكذلك بشكل أدق، ويتم توزيعها كذلك للمستفيدين بشكل أفضل، وفي حالة ربط أيضا المحتاجين لتلك الزكوات مع تلك المصلحة أو تلك الدائرة الحكومية، وذلك لكي عندما تصل تلك الأموال من الشركات يتم توزيعها تلقائيا مباشرة إلى مستحقيها في حالة معرفتهم وفي حالة بناء قاعدة بيانات أيضا لأولئك المحتاجين. تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، بدلا من أن يقوم ذلك المراجع بالتنقل بين الدوائر الحكومية يستطيع عملية التنقل إلكترونيا ومباشرة، ويستطيع أيضا قضاء احتياجاته ومعاملاته من عبر الإنترنت عبر المواقع الإلكترونية لتلك الدوائر الحكومية. زيادة نشر الوعي للمعلومات، أن يكون هنالك أيضا للمواقع الإلكترونية كما ذكرنا فيها السابق، ليس الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية، أن يكون لدى الشركة أو الدائرة الحكومية أو الجهة الحكومية أن يكون لديها موقع إلكتروني. لا يقف الأمر إلى هنا، وإنما يتوجب على تلك الدائرة أو تلك الشركة أن يكون لديها تفعيلا لذلك الموقع الإلكتروني، وأن يكون ذا سلاسة ومرونة عالية يتم الوصول إلى الصفحات الداخلية لتلك الشركة بأسرع وقت ممكن، وأن يكون هنالك أيضا عملية تفاعلية بين العميل في حالة كونها شركة وبين المراجع في حالة كونها جهة حكومية، أن يكون هنالك عملية تفاعلية بين ذلك المراجع وتلك الجهة الحكومية، وذلك لكي يتسنى لذلك المراجع الوصول إلى مبتغاه بأسرع وقت ممكن الذي لا يحده إلى التنقل جغرافيا ولا يطلب منه التنقل جغرافيا إلا عند الضرورة المتطلبة في عملية إنجاز المعاملة أو عند عملية تزويد تلك الجهة بتوقيع معين، أو ما أنه لا يتم أو تتعذر إنهاء ذلك تلك المعاملة إلا بوصول ذلك المراجع إلى تلك الجهة، ولكن في ما هو خلاف ذلك يستطيع ذلك المراجع أن يقوم بإنجاز مهامه أو إنجاز تلك المعاملة إلكترونيا. لكي تتحقق الحكومة الإلكترونية هنالك مجموعة من عوامل النجاح راح نتطرق لها. العامل الأول وهو توفير الميزانيات المناسبة للتمويل من قبل الحكومة، وذلك لكي يتسنى لتلك الجهات أو الدوائر الحكومية أن يكون لديها المواقع الإلكترونية ذات كفاءة وفعالية عالية، أن تكون محدثة تلقائيا، أن يكون لديها الروابط المختلفة داخل تلك المواقع ذات كفاءة وفعالية عالية، يستطيع ذلك المراجع الوصول إلى مبتغاه بأسرع وقت، وأن لا يكون هنالك عمليات تعقيدية لذلك الموقع. أيضا تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الحكومية، وذلك لكي يكون هنالك روابط معينة لدى تلك الجهة الحكومية في حالة كون أن هنالك متطلبات أو طلبات لإنهاء تلك المعاملة أن تكون واضحة لذلك المراجع، وأن يستطيع الوصول إلى مبتغاه بأسرع وقت ممكن. الجزئية التي تليها توفير البنية التحتية والاتصالات، ذكرنا فيها السابق أن إحدى العوائق
التقنية من أو لتطبيق التجارة الإلكترونية هي فيما يتعلق بالبنية التحتية والعمليات الاتصالات، فيتوجب على القطاع الخاص أن يكون أو أن يدعم تلك الجزئية، وذلك بدعمه للبنية التحتية للتجارة الإلكترونية وكذلك الحكومة الإلكترونية، ذلك لكي يتسنى أو للشركات والدوائر الحكومية يكون هنالك تواصلا إلكترونيا فيما بينهم، وألا يكون هنالك عمليات تقطيعية لتلك الاتصالات، وكذلك أن تكون تلك الاتصالات بشكل الجيد الذي ينجز العمليات، وأيضا بشكلها أو بأن تكون أيضا البنية التحتية والاتصالات ذات كفاءة وفعالية عالية لكل من يستخدم تلك التقنية. عمل خطة معلوماتية موحدة للتعامل مع المواضيع الفنية مثل تطوير الأنظمة التطبيقية والتصاميم وتوحيد النماذج، وذلك لكي يتسنى للمراجع معرفة ما هي المتطلبات لإنهاء تلك المعاملة. يجب أن يكون هنالك تطويرا لهذه الأنظمة التطبيقية وأيضا التصاميم، توحيد النماذج بين الجهات الحكومية المختلفة، أيضا تقديم خدمات لمساعدة الجهات الحكومية في عملية التحويل إلى حكومات الإلكترونية، وذلك لكي يتسنى لتلك الجهة الحكومية أن يكون لديها المواقع الإلكترونية العالية. يتوجب أيضا هنا ليس فقط على الجهات الحكومية وإنما أيضا على القطاع الخاص أن يكون لديه الدراية الكافية وأيضا لديه المصداقية والشفافية عند تعامله مع الجهات الحكومية، وكذلك يتوجب عليه أن يقوم بعملية الإنجاز لتلك المواقع الإلكترونية وتصميم تلك المواقع الإلكترونية بالشكل الملائم، بالشكل الذي يؤهل تلك الجهة الحكومية للوصول إلى المتغاها من عملية تصميمها ومن عملية إنشائها لذلك الموقع، وأن تكون كذلك الروابط المختلفة لتلك الجهة الحكومية ذات سلاسة ومرونة عالية، أو تمكن المراجع من الوصول إلى الصفحات الداخلية بشكل سريع. أيضا من الممكن هنا استخدام للجهات الحكومية استخدام الانترانت وكذلك الاكسترانت، وذلك لكي تؤهل المراجع لمعرفة إلى أي مدى توصلت معاملته أو إلى أي جهة وصلت تلك المعاملة وما هي الإجراءات المتبقية لإنهاء تلك المعاملة. جميع هذه الأمور من الممكن بدلا من أن تكون تقليدية جغرافية من الممكن الوصول إليها إلكترونيا، وذلك عبر المواقع الإلكترونية لتلك الشركات، ولكن شريطة أن يكون هنالك تفعيلا لتلك الشركات دعم لتلك أو عفوا أن يكون هنالك تفعيلا لتلك المواقع، أيضا دعم لتلك الشركات أو الجهات الحكومية لتصميم مواقعها، أن يكون هنالك مصداقية وأمانة لدى المصممين ولدى المنشئين لتلك المواقع لكي تنشأ بالشكل السليم للشكل التي أنشئت تلك المواقع من أجله، وذلك لكي تفيد ليس فقط الجهة الحكومية بذاتها وإنما تفيد جميع المواطنين جميع المراجعين لتلك الجهة الحكومية، مما يسهل على هذه الشركة أو عفوا تلك الجهة الحكومية، يسهل عليها العمليات الإنجازية وأيضا يسهل على ذلك العميل بدلا من التنقل جغرافيا أن يكون هنالك تنقل إلكترونيا ومعرفة إلى وين وصلت تلك الشركة المعاملة وما هو المتبقي أو ما هي الإجراءات المتبقية لإنهاء تلك المعاملة. جميع هذه الأمور في حالة عملية تطبيقها فعليا بشفافية عالية بمصداقية عالية هي تفيد الدولة بأكملها، وذلك لأن هذه الإجراءات بدلا من إنهائها تقليديا يتم إنهائها
إلكترونيا. أيضا من العوامل توفير التقنيات الحاسوبية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الإلكترونية. تكون الأجهزة أيضا لدى الموظفين داخل تلك الجهة الحكومية ذات كفاءة عالية، أيضا يكون متوفر بها جميع البرامج التي قد يحتاجها ذلك الموظف لإنهاء تلك المعاملة، وأيضا ربطها مباشرة بالمواقع الإلكترونية لتلك الجهة. أيضا من العوامل فيما يتعلق باستقطاب القوى البشرية في تقنية المعلومات وتنفيذها وتنفيذ خطط لتدريب مقدمي الخدمة، لكي يتسنى لمقدم الخدمة أو للجهة الحكومية تقديم تلك الخدمة بشكل أفضل، يتوجب عليها أن يكون لديها برنامج تدريبي لأولئك الموظفون القائمون بالعملية التواصلية بين تلك الجهة والممثلين لتلك الجهة في العملية التواصلية بينها، أي بين هذه الجهة الحكومية وبين ذلك المراجع. يتوجب أن يكون هنالك عملية تأهيلية تدريبية لجميع من له علاقة بالعملية الحاسوبية بالعملية الإلكترونية لإنهاء تلك المعاملة. أيضا إنشاء بوابة رئيسية للحكومة الإلكترونية تقوم بالتعريف بكافة الخدمات المقدمة والمتطلبات الواجب توافرها، أي أنه يكون هنالك روابط داخلية داخل هذا الموقع الإلكتروني لتلك الجهة الحكومية تشتمل على الخدمات، ما هي الخدمات التي من الممكن أن تقدم لك أيها المراجع من خلال أو عن طريق تلك عن طريق ذلك الموقع الإلكتروني، وما هي المتطلبات الواجب توافرها لتقديم تلك الخدمة. أيضا من عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية تطوير سياسات تسويقية تهدف إلى التعريف بخدمات الحكومة، أي تطوير سياسة تسويقية، أي أنه يتوجب أن يكون هنالك دراية ووعي كافي لجميع المواطنين أن تلك الجهة الحكومية تقوم بإنهاء إجراءات معاملاتها عن طريق الشبكة العنكبوتية عن طريق الموقع الإلكتروني، بدلا من أن يصل ذلك المراجع إلى الموقع الجغرافي لتلك الجهة الحكومية، من الممكن أن يصل إليها عن طريق الموقع الإلكتروني. كذلك ضرورة مشاركة قطاع التعليم بما يتناسب مع مرحلة التحويل إلى الحكومة الإلكترونية. وأخيرا من عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية ضرورة توفر مستوى عال من الأمن والسرية للمعلومات الشخصية المقدمة من قبل المستفيدين. هذا فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة وإلى نهاية الحلقات المتعلقة بمقرر التجارة الإلكترونية. أتمنى للجميع التوفيق في الدارين، وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.